كاني مطول واقرا واقرا انك يوم باقي ظهر حوالي ثلاث ايات وخلص من بين وجهي يوم قام هو يلف ويرفع ينزل شماغي يحطها جنبي يستنى يطلع القران قال تغش في القران بعد هو يمسكني باذن طول العمر يمسكني باذن الله يذكره بالخير يطلعني برا او ينصحني ينصحني شوف غش في كل المواد القران في كلام الله سبحانه يا ولد هو يركع لي بالكلام وانا هلل البيري لا لا حاجة بسيطة ما تذكر ألبس ألبس طول العمر السلام عقبها ما عاد غشيت أغش في المواد الثانية لكن في القرآن خطحني إيه خلاص اللي جاك جات نصيحة قوية لا بالذات القرآن ترى أني أخطيت يوم غشيت فيه يا أخوي هذا كلام الله تغش فيه إيش ذي جاء والله بعض الناس بعض الناس يجيب خطط إذا قالك حل الإجابة صح وقام حد من الطلاب اللي جت منها ما تفكر فيها جت منها قال لك لا كذا مغيرتها على طول صرف على حقي والله لا بدقق على طول العمر اقول والله اني متخرج بنسبه متخرج مقد الاول على البصره بالله كم نسبتك 95 95 ارشيد كم نسبتك لا راح من 95 اسلم 96 علي كم نسبتك تراكمي 92 هو على كيف والله ما درست والله والله ما درست الويبه ما درست الويبه تحت الدار عيال شوف نظامكم تحطون نسبكم كلها في 90 كلها زين الدور عندي بس لا تبي تعرف ذا اقول قدرات كم تبين العلوم قدرات كم كان اسرار اسرار عائلي كان عندنا واحد قص جاي والله اني صادق كم نسبتك قدرات تحسن عليها كان عندك بالله كم نسبتك اللي تخرجت بها ثانوي ثانوي اي امان بالله صدق بلا خليها على الله كان هو في 90 بس انا هذول 90 شوي هذه تكه وتجيبها 90 89 لا لا والله انا نسبتي 77 في ذمتك اي والله بالعين بس القدرات كم؟ كم؟ 67 مرتبة الشرف 67 انت كم يا سعد؟ شكلك والله 67 قوي ترى 52 72 وانت 90 ليه ما تمشي تم قدرات يا انا افضلكم ما شاء الله تعال يا انت الدافور انت كم قدرات كم نسبتي الثانوي اتحداك القدرات انا اتحداك القدرات كب الثانوي قدراتي كان عندنا ابو محمد كم 70 جيد 70 بس مفيد. بس انت كم عند رب انا راجل 70 والله وانا غاش كم اختبرت اختبار تحصيل اختبر الاول جبت 54 اختبر الثاني جبت 52 اختبار الثالث ننقص جبت 54 انا اربع اختبرت ريدي بس اني 52 الصراحه اني غاشم انا تدريجي رقيت انت وانت الاول 60 اللي قدامي غير 62 67 اختبارين وانا اجيب فيها 52 واحد من العيال عيال باختبار القدرات قال ما ادري شوف في طريقه ما مثلها الحين اختبر القدرات تلوين ايه يقول لون الاربع كلها سوى لا زين الكتروني غلط خليني اعلمك هو لو وهو جنبي هو يلون الاربع كلها تروح الورقه كلها سوداء يوم مدخلها في الجهاز لا مدخلها في الجهاز ياخذ الظاهر خذ 15 درجة 15 قول 15% ايه كان عند ايه ايه ابو مدرس نصحني يقول له لونها كلها كان عندنا دافور ايوه انصحه دافور صح ورجال ما شاء الله عليه حتى لجا في المدرسة الدافور اي شخص اللي يذاكر ايه لا عنده حتى في المدرسة يجينا بكتاب القدرات ويذاكر لا جات عنده مثلا حصة فاضية راح جلس يذاكر قدراته رجال ما شاء الله عليه حتى ماخذ في التسعينات في القدرات وفي التحصيل التسعينات لكن ايش عجبي بالدراسه؟ لا جا في الاختبار قبل الاختبار اجيت كفايه لا عني بقابلك في الكرسي اللي هناك وعلمني لا تخلي رفيقك امشي بسعدك قام يحوص قال امشي بسعدك لا بداية ذا يقول امشي بسعدك قلت ايه عني هناك ومقابل من زمان لا جا الاختبار كذا طيقت انا وياك قبل الاختبار نفسه ولا جا الاختبار التفت عليه فلان ما يرى راسه فلان يوه. يا ولد يغثني يا ولد سوي شوي يقول لا رد على قل اصبر هذا ابو عيسى اجي صابر شوي لا هنا رفع يديه قال رفع يديه سلام ورقه وعاينه ما كتبت الا يا يغثك هم انا اموت هم واجب معود عليه وتحس بلا زعل منه يا فلان اللي جاء اختبار ثاني الله ونفس الطريقه محتاجه ونفس الطريقه لكن الله يوفقه واحد من العيال جاء 95 في قدرته 5 كم؟
ضربة حظ ولا؟ 95 يمكن حظ هذا. يوم جاء 95 لا بهم حظ. عادوا له اختبار. استدعوه. ايه. مثل الشريف اللي هو سوى له اعاده اختبار عند رئيس الاداره والله ما عيده يعيد اختبار يجي 97 الله يستر عليك والله لا ولا عين من اخير ما رضى عقبها جابها واحده من الخرمه شريف سنه جاي الله يستر عليك جاب 99 جاب 99 خليني اعلمك في قدرات اي جاب 99 هم يجرونه قال الله عيد اختبار وحولهم درسين هو يعيده يجيب 100 صراحه يعني بس هو لحظه تكريم الخرم في واحد من هالحساس مع احمد جاب 100% في القدرة من خابر أذكره يعني كريجي يقول يعني كريجي بس ترى هذا ما يتوظف اليوم بديت وانا متوظف يعني أحس إنه من ما يتوظف يدرس جاب الوظيفة تجيها والله واحد من أخوياي أنا جاب 85 من القدرات وإنه قابلت الكلية ضباط وإنه يدرس معي جامعة هذا يبونه هذا طموحه مو تركها يبقى الجامعة شوف قول لي الضباط 4 سنوات تدخلها صح؟ الجامعة إذا خلصتها في خلال 4 سنوات تدخل الضباط 9 شهور تعلق النجمة بعدها بسنتين تعلق الثاني صح فأسهل له خلص جامعة حر طريق روح وياتي بس شيء مضمون ولا شيء مو مضمون بعد الجامعة لا مضمون لا بس الجامعة هو واثق من نفسه خلاص شوف في الدرجة انك شد حيلك بس ما انا والله سجلت في الشريعة اعطوني الجدول سجل يوم اعطوني الجدول واركب اروح للبل ذاك وجه الضيف بس البل تعطيك اعطوني الجدول قال خذ كتبك وداوم مع اخوياك لحد الجاي جامعة الشريعة كلية الشريعة فيها حساب واروح للبل ذاك الايام في الدبدبة طيح على حي وي ربيع والله سجيت انه لحد الى الحين والله ما ذكرت الا اليوم سالت اليوم اليوم صحت اليوم والله لو رجعت بالايام انا اكمل دراسه واروح ادرس بس اخويا اللي سجلوا معي مدرسين واحد منهم يدرس الصبار الحين والثاني يدرس الحصه كم صار لك؟ كم صار لك؟ تسجل دبلوم خلص دبلوم مو بطيء بس لا لو نقص يعني كم لك جامعه في الرياض خلص دبلوم يا اخي كان والله ودي الجامعه كم في الرياض اخذ مكافاتك عندهم ها؟ ادرس جامعه يوم سجلت ما ابغى كفر ابغى اغدي مدرس طموحي كان مدرس والحين هونت قد اني ابغى حاول تعيش تجربه قد اني شايب يا تو كره حاول تعيش الجو الحين انا يوم تخرجت كان طموحي مدير تقريبا 1400 عقب غدا مدرس عقب غدا حارس 34 تخرجت من الثانوي 34 35 36 37 تخرجت انجليزي شعر ادب انجليزي انا قصيده انجليزي شعر إيه شعر أنا كنت هاوي صدق الشعر الإنجليزي كنت هاوي ويليام شكسبير كيف شعر رومانتيك كيف هل فادك؟ بعد تخرج فادك عبد الله قل له أحلى سؤال واحد يلا كيف شعر إنجليزي؟ أدب إنجليزي أبعلمك الأدب الإنجليزي ما هو بالله وزن ولا قافية لا الحين لما تحلل الأناليزيس اللي هو التحليل الإنجليزي تجيك عبارة كثيرة عبارة مثلا يتكلم شكسبير مثلا عن موقف له صار في حياته أو عن الشعر الرومانتيكي أو عن الشعر الكلاسيكي هذا طبعاً بحور شعرية خاصة كل شعر له عبارة خاصة طبعاً ما يكون قصيدة صدر وعجز صدر وعجز أو بيت وبيتين ثلاثة لا الشعر الإنجليزي ما فيه كذا الشعر يكون عبارة قطعة زي إنك لما تقرأ قصة كاملة يكون كذا شلون تحلل له تحليل خاصة طبعاً تحليل شفهية ما أقدر أشرحها لكن تحليل بالكتابية تقدر تشرح أكثر من الشعر هذا فيها الشعر اللي درسته ثلاثة أنواع وفيها أشعار كثيرة بس الشعر اللي تميزت فيه اللي هو الرومانتيكي والكلاسيكي والشعر ويليام شكسبير هذا الثلاثه اللي درستها انا الحين الاجناب عندهم شعار يا عبد الله والله ما ادري ايش قلت يا عبد الله ويليام شكسبير العربيه ما حفظناها ويليام شكسبير هذا اللي يذكره الشعر طيب فيها مدح فيها رثاء فيها في قصص غزل فيها لا قصص بس ما فيها عبد الله اجنبي ما يدري شنو عندهم محاوره يا وجودي لا لا فيهم قصة روميو وجوليت هذا المعروفة القصة المعروفة موجودة بالانجليزي ترى متكلم ولا الهاجي سلي الهاجي سلي بس يا وجودي وجود مجروح الوادي عطنا عطنا بيتي كملها يا علي يا وجودي وجد مجروح الوادي من هنوف ثوبها ماني محافظ الله يحييه يقول صح هذا بيت عربي بيت عربي بيت انجليزي بس اللي في قصيدة واحدة ايه اللي بيقدر يترجم يترجم يقول وش حيلة الطالب ليجاك منظام تلقاه هايم في الحزن والدراسة تودي ذا ليسون بري بير ذا جزام ذا لانجوش تو كريب انتو ذا ماسا كلا يا سلام يا سلام وش احنا قال تودي يعني اليوم هذا اللي عرفت ما فهمت اكزام يعني اختبار عدي عبد الله ما شاء الله يقول وانا ما اعرف شي بالانجليزي ركز في مخارج الحروف
ومعانيها وعمقها. بلا وذ فيها عمق والله يا ابو محمد. اسمع جاب كلمه خلونا نترجم. ايوه today the lesson very bare that exam the land which to trip into the massa تروح البر. سين عليك يا عبد الله. والله شتب يرد موسى بامه. سين عليك والله. لا يدري نواف الخلفي يروح يطق راسه بالشعر الانجليزي يا رشيد. الله جالس عدى عليك. عرف الانجليزي والله ما تدري يا رشيد وش هو اللي يقول لها الوزان هاني رد عليه في انجليزي يا عمق معنا. طيب انا بختبرك اللي قال الشطر اللي قال وش معناه الحين كم عدد الحروف الانجليزيه؟ هو يتكلم عن 26 ها 24 وجودي والتوجات ما فاد الحزين. ايوه هي نفسها 24 14